إفلاس كامل. نحن نتحدث عن مؤسسات دستورية قائمة، استحقاقات معترف بها، ولو تعطلت هذه المؤسسات الدستورية فستكون مشكلة قائمة، وبالتالي هذا استحقاق طبيعي، والكلام في هذا الموضوع ليس واردا وليس في محله. ولا شيء يبرر هذا التحذير. يقول طبعا ضيفي سيد أحمد محمد الأمين، سيد سليمان والديدي يقول أن المنتدى منتدى المعارضة يتخبط، ويقول أن تحذيره هذا يخفي إعلان إفلاس كامل. ما تعليقك أنت على هذا التحذير، وهل ثمة فعلا من وجهة نظرك ما يبرره؟ أهلا بك بضيفي. مرحبا. هذا التحذير طبعا كان متوقعا، لأنه هو السلاح الوحيد الذي تتفق عليه الأحزاب والجمعيات التي تشكل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ولذلك كان متوقعا هذا التحذير. هذا المنتدى الذي تتزداد قيادته يوما بعد يوم بعدد مغضوب عليه من النظام، وتتقلص بحسب تفاهم شيخ القبيلة مع المخابرات العامة للدولة. أنا أرى بأن هذا التحذير له أسبابه. أولا، السبب الأول هو أننا خرجنا للتو من انتخابات، مسار انتخابات غير توافقية على أساس غير شرعي، وهذه الانتخابات قادت البلاد إلى العديد من المشاكل، منها اقتصادية واجتماعية. تحدث عن الانتخابات؟ الانتخابات، الاستفتاء على الاستفتاء حتى نوضح الاستفتاء التي تصفه المعارضة بأنه لا توافق، لا توافقي وعلى أسس غير شرعية. وفي النقطة الثانية هو أن هذا النظام الذي يتهم المعارضة لا تتحدث هنا عن المنتدى، مع أنه هو اللي صاحب البيان، عن المعارضة بشكل عام، يتهمها بالتصعيد، هل التصعيد تقوم به المعارضة لوحدها أم النظام؟ هنا تحفظ على كلمة النظام، لأن النظام هنا واقعيا يعني الشخص محمد عبد العزيز لا غير، لأن ولذلك هذا الشخص يرى في العلن وزراءه، ممثلي حزبه في البرلمان، داعميه، يتشدقون ويطالبون علنا بمأمورية ذلك، ويطالبون بالدوسي على الدستور. وسنأتي على هذه النقطة تحديد. النقطة الأخرى، من حق المعارضة أن تطالب، أن ترفع من مطالبها، لأن نحن الاستفتاء الأخير مثلا أشرفت عليه لجنة مستقلة حتى في حقه، حتى يكون نفس الوقت وأكون منصفا. سأعود إليك ضيفي. ربما يعتبر سيد أحمد محمد الأمين أنه من الطبيعي أن يأتي هذا التحذير في هذا التوقيت بالذات، خاصة بعد هذا الاستفتاء اللا توافقي، والمعارضة تحديدا منتدى المعارضة يندد بما وصفه النهج الأحادي الذي يعتمده دائما وأبدا النظام، ممثلا بشخص الرئيس. يقول أن على سبيل المثال سن القوانين الانتخابات بهذا الشكل، بهذا النهج الأحادي، النظام يصر على التمادي فيه، لن يزيد الساحة السياسية إلا توترا، ولن يزيد إلا انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين. غير صحيح هذا كلام، غير صحيح وفيه مغالطة. بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية، هو تكلم عنه كفرد، وفي نظام موجود ومعترف به، والمعارضة جزء كبير من المعارضة حاور وشارك في الحوار السابق. فخامة رئيس الجمهورية يمثل النظام الرسمي ويمثل هرم الدولة، ودعا إلى، وتكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة في أكثر من حلقة، دعا أطياف المعارضة إلى الحوار من أجل إيجاد صيغة موحدة لما تراه المعارضة أو بعض من المعارضة يرى أنها أشياء يمكن طرحها على الطاولة. أنت تحدث عن حوار 2016. نعم، وتكلم على نتائج الاستفتاء، وقال أن الاستفتاء كان أحادي. ليس أحاديا، هناك أحزاب كبيرة شاركت في الاستفتاء، والشعب الموريتاني صوت في الاستفتاء ووافق على مخرجات الحوار. سن قوانين الانتخابات اليوم، هل تم في أعقاب حوار سوري؟ هذا من اختصاص الدولة. سن القوانين من اختصاص الدولة. الدولة قائمة ولها مؤسسات دستورية وتسن القوانين. بمعزل عن المعارضة. المعارضة ليست شركة مؤسسات دستورية. هناك جزء المعارضة في البرلمان وموجود ويبدي رأيه، وموجود ويأخذ رأيه على محمل الجد. أما أن تكون كلما أصغت قانونا انتخابيا ترجع المعارضة وتستشيرها، هذا ليس موجود في أي بلد من بلدان العالم. ونشاز،
وبالتالي في الممارسة الديمقراطية لا يوجد شيء نشاز في العمل الذي تقوم به الحكومة ولا فخامة رئيس الجمهورية. العكس، رئيس الجمهورية يحافظ على مؤسسات الدولة ويحافظ على سير هذه المؤسسات بانتظام وأنت وعلى المسار الديمقراطي بكل حذافره. فيما يقول فيما ذكره الضيف الكريم من أن هناك من يدعو إلى مأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية تكلم في هذا المجال، ونحن لا يمكننا أن نعترض كل مواطن طالب تشبث برئيسه يرى أنه أنجز له بعض الإنجازات، وهذا من حق كل مواطن أن ينادي بمأمورية عاشرة إذا أراد ذلك. من حقه لأنه أنجز له إنجازات كبيرة فتقدم المعارضة ما أنجزت للمواطن حتى يتشبث. سأعود إليه. سيد سليمان والديدي يقول أن الممارسة ديمقراطية وأن النظام لم يتعدى حدوده، بمعنى أن السلطة التشريعية هي التي تسن هذه القوانين، وإن كان لدى المعارضة أي رأي فربما يتم الأخذ به داخل أو تحت قبة البرلمان، ولكن لا يمكنها أن تفرض رأيها على الأغلبية. ردك على ما قال. عندما نعود إلى هذه الترهات التي وقع فيها وما زال يقع فيها النظام وداعميه، ننطلق مثلا من اتفاق داكار. هذا الاتفاق الذي أرجو أن تبقى وأن تحدثني عن سن القوانين حتى لا نحيد القوانين. سن قوانين الانتخابات والأمر الذي تعتبره المعارضة أن الرئيس مصر على التمادي في نهجه الأحادي. يا أستاذ، هذه ليست قوانين، هي أوامر يطلقها رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز، يبرمجها حزبه في قرارات تقدم إلى مجموعة البرلماني. لا، تقدم إلى مجموعة من السياسيين طبعا يأتمرون بأمره، سواء كانوا تحت شعار معارض أو موالي. هناك يصيغون الورقة النهائية على أنها قوانين وتقدم للبرلمان ويصوت، وتعرفون نشيد هذا. هي حقا الحديث عن المؤسسات الدستورية هذا صوري، هذا الشكلي فقط، ليست هناك ممارسات حقيقية على الواقع. أنتم تعرفون ماذا فعل بمجلس الشيوخ مثلا. والنقطة التي تحدثت لك عنها قبل قليل استشهدوا عليها بخطابه في النعمة قبل حوار 2016. في خطاب النعمة قال سنلقي مجلس الدستوري، هذا قبل أن يكون هناك أي حوار سياسي. مجلس الشيوخ سنلقي مجلس الشيوخ، وقال بأن سنغير العلم وسنغير النشيد وسنقوم بتعديلات. هذه هنا يتبين جليا أنها قرارات اتخذها وليست قوانين. ثانيا، نقطة أخرى لكي لا نخرج بعيدا عن بيان المعارضة والموضوع الأساسي، في قضية اللجنة المستقلة للانتخابات، لماذا النظام دائما عنده حساسية من مطالب المعارضة مهما كان، سواء كان المتداء أو الأحزاب الأخرى؟ دائما يطالبون مثلا من شروطهم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذه اللجنة التي انتهت أموريتها منذ أكثر من سنة، ما زال وضعيتها القانونية الآن غير صحيحة، لأنها مأموريته انتهت منذ فترة طويلة، ما زال متمسكا بها وما زال مصرعا. ثانيا، إجراء هذه الانتخابات في وضع اقتصادي يعيشه بلدنا. أنتم نحن مستوى الديون في موريتانيا اليوم وصل إلى مستوى قياسي، 5 مليارات دولار مطالب بها الشعب الموريتاني سيدفعها من عرق جبينه. تدهور في يعني الظرفية غير مناسبة، هذا ما قاله حتى المنتدى، الظرفية غير مناسبة. أولا هم عازمون على إجراء 3 انتخابات في ظرف أقل من سنة. نعم، الظرفية غير مناسبة وهذا ما قاله المنتدى، منتدى المعارضة، قالته المعارضة بشكل عام. يقول ضيفي أيضا أنه كيف يمكن، ما فهمته منه، الذهاب إلى استحقاقات انتخابية وهي استحقاقات 3 دون أن يكون هناك تفاهم، ويصف أن الأمر لا يعد أن يكون مجرد قرارات لابد أن تستعين يأتمر بها المؤتمرون لا أكثر لا أقل، ولا نتحدث عن قوانين. ردك عليها، هكذا تسير الأمور في موريتانيا كما يقول ضيفي؟ لابد أن تستعين بجنه وعراف حتى يفهم كما يريده، مثل ما يريد المنتدى، لأن نحن نعرف ماذا تريده المعارضة طبعا. ما الذي تريده المعارضة؟ تريد السلطة فلتذهب إليها عن طريق صندوق الاقتراع أو عن طريق المسار الديمقراطي المعروف في كل أنحاء العالم. ترغب في مسار توافقي. المعارضة توافقي مع من؟
ما انت هل تعترف بشرعيه النظام ام احنا في دوله؟ هو يتكلم عندما كان يتكلم كانما يتكلم عن دوله في الواقع او دوله غير موجوده اطلاقا، لن تكون فيها مؤسسات ولا. اذا كنت تناضل من اجل ارساء الديمقراطيه وحقوق الانسان ومطالب مشروعه، فعليك ان تعترف بالمؤسسات القائمه الدستوريه القائمه امامك. يقول نحن انه نناقش لا اهميه لهذه المؤسسات لاننا امام يعني قرارات فقط. لا اجب على هذه النقطه لانها نقطه هامه. يقول انها قرارات فقط وليست هناك قوانين تتم مناقشتها في مسار ديمقراطي تحت قبه البرلمان. من يشارك البرلمان الموجود؟ من هو موجود من المعارضه مثل حزب تواصل وغيره ممن هم ممثلون في البرلمان؟ شاركوا في يشاركون في صياغه القرارات وتعرض عليهم. هل اعترضوا على هذه القرارات؟ لم يعترضوا عليها، وإن اعترضوا فسوف يؤخذ بعين الاعتبار ما اعترضوا عليه وتناقش. لا يمكن للنظام أن يجلس مع أشخاص خارج السلطة وخارج البرلمان ويحاورهم على قضايا تسيير الدولة وعلى القوانين، هذا لا يوجد في أي بلد من العالم، وهذا هو ما الدليل على الإفلاس الحقيقي والكارثة التي حلت بالمنتدى وبالمعارضة وأفلستها وأفرغتها من مضمون ومحتوى الدور الذي يجب أن تقوم به. نحن لا كان بودنا أن تكون المعارضة بناءة وأن تشارك في خروج الوطن من دائرة المشكل الذي أوقعته فيه المعارضة بإرادتها وأفلست بإرادتها، وبالتالي تحمل النظام وتحمل الحكومة إفلاسها وفشلها في تقديم مشروع حقيقي ومقنع للمواطن الموريتاني. فلننزل بكره او بعد بكره للشارع ولنرى هل المعارضه من صوت او من مؤيد في الشارع الموريتاني، وهي بنفسها من افلست نفسها بنفسها، ذلك لانها لم تكن لها سياسه حقيقيه او برنامج حقيقي تقنع به المواطن او حتى تبرر به المشاريع التي تروج لها. لا يوجد مشروع لدى المعارضه افلست نفسها بنفسها. يقول ولا يمكن الانصات لمن هم خارج البرلمان، ويعاب ايضا على المعارضه بشكل عام وبشكل خاص المنتدى انه يرفض تقريبا كل خطوة أقدم عليها النظام الموريتاني في الآونة الأخيرة، كل ما يقوم به الرئيس المعارضة تعترض عليه، هي تمارس فعلا مهمتها الرئيسية تعارض، ولكن ضيفي يقول أن هذا الأمر غير بناء بتاتا ولا يصب في مصلحة الوطن. ردك. أنا أتفق مع ضيفك الكريم على أن المعارضة أن الآليات التي تتخذها المعارضة اليوم لمواجهة ما يقوم به النظام طبعا آليات لم تؤدي إلى نتائج من المسألة. فعلى المعارضة اليوم أنا كتحدث لست دفاعا عن المعارضة أو ناطقا باسمها فقط كمراقب متبع لما يجري في الساحة الوطنية، على المعارضة اليوم أمام خيارين، إما أن تسعى لتغيير استراتيجيتها من أجل إفشال ما يقوم به هذا النظام. أنت مع ضرورة إفشال ما يقوم به النظام؟ أنا أقدم مثلاً أقدم لك. لا أنا تهمني وجهة نظرك. أنا وجهة نظري أن أي تغيير ليست عليه إجماع وطني شامل بالنسبة لي يجب إفشاله مهما كان، ومتأكد كل التأكيد بأن هذا المسار الذي يسعى فيه هذا النظام حاليا مع زوال رأس النظام كل شيء سيرجع إلى ما كان عليه. ما الذي تقصده بتغيير يتم التوافق عليه بشكل كامل تحديدا؟ ما الذي تقصده بتغيير يتم التوافق عليه بشكل كامل؟ يقول ضيفي أن الأمر يعني مرهون بالممارسة الديمقراطية تحت قبة البرلمان. كيف الممارسة الديمقراطية لابد لها من جو؟ إذا كان من الطرف الذي ستنافسه في الساحة يستعمل وسائل الدولة ضدك، يستعمل مؤسساتها، يستعمل ذروتها، كل شيء من أجل برنامجه هو، فما هي أرض تحيلك اليوم توظيف وسائل الدولة لمصلحتي؟ هذا ما تقصده طبعا. وما دام الوزير يذهب، الوزير موظف عمومي، ليس هو قبل قليل قال بأنه مواطن عادي، لا الوزير ليس مواطن عادي، هو موظف، هو شخصية عامة، وأي تصرف له يحسب عليه لأنه يمثل شخصية اعتبارية. ولذلك تصريح وزير بمطالبة مورية ثالثة طبعا هذا لن يكون من فراغ أبدا. لذلك دعني أعود إلى النقطة التي كنت أريد أن أتحدث عنها فيما يتعلق بالحلول التي يجب على المعارضة أن تتخذها في الآونة الحالية. إما أن تغير استراتيجيتها وتتحلى بخطة جديدة من خلالها
يمكنها أن تفشل مخاطر النساء الأحادي لهذا النظام، أم تندمج أن تندمج في العملية وهذا أن ترضى بأمر الواقع وتشارك فيه على الأقل من أجل كبح أطماع أخرى في المستقبل على النظام. اليوم يتحدثون عن مأمورية ثالثة، يتحدثون عن تغيير نظام الحكم. بمعنى أنت 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 ربما مع المشاركة حتى تكون مشاركة إيجابية وفعالة. إذا كانت الحلول الأخرى غير مجدية فعلي المشاركة. يقر ضيفي نوعا ما ربما بضعف هذه المعارضة وبضرورة أن تغير استراتيجيتها، ولكن يحمل المسؤولية أيضا للنظام، هذا النظام الذي يستغل وسائل الدولة لمصالحه الضيقة، هذا أولا. وتضيف على ذلك المعارضة اتهاماتها للنظام بخنق الحريات، هذا ما جاء في بيان منتدى المعارضة، إسكات كل صوت يرتفع ضد فساد النظام، ضد تسلطه، انتهاك الدستور، القوانين، قمع التظاهرات السلمية، تجنيد القضاء لتصفية الحسابات السياسية، كل هذا كان في بيان منتدى المعارضة. ما يجب أن يتغير هو فكر المعارضة والعقول أولاً، ليست الاستراتيجية، هو عقولهم وأفكارهم يجب أن تتغير حتى تكون صالحة للشيء، لأنها ضمت وتكون معارضة صالحة، لأنها ضمت مثل ما قلت لك في البداية كل أنواع الجمعيات الخيرية، حتى جمعية بيعة الخضروات صارت من المنتدى. أنت تبالغ في هذا الأمر، نعم. تصور الأمر بشكل كاريكاتوري حتى فخامت نحن في الأغلبية، فخامت رئيس الجمهورية قدم للمواطن مشروعا واضحا بناء أخرج من موريتانيا لما كانت فيه من أزمات اقتصادية قوية، وبنى إنجازات موجودة على الأرض ولديه مشروع سياسي، فلتقدم لنا المعارضة مشروعها السياسي حتى تتكلم. هذا من ناحية. فيما يخص موضوع الحريات، لم تخنق الحريات، نحن في موريتانيا وكبلد من المغرب العربي، ولو رجعنا إلى حتى البلدان العربية، البلد الوحيد دون جرائد، من أحسن دول، لا بلد دون جرائد، هذا موضوع. حتى في لبنان أفلست فيها الجرائد الورقية، لأن الجرائد الورقية مكلفة، تكلفتها أكثر مما ردود التجارية، وبالتالي حتى في لبنان قبل عام، أنت تعرف هذا الموضوع، أغلقت. وفي إيطاليا وفي بعض الدول كثيرة لا توجد، هذا موضوع ليس متعلق وليس متعلق بالتضييق على الحريات. وفيما يخص محاربة الفساد، فقامت رئيس الجمهورية حارب الفساد، وأكبر دليل على ذلك أن كل من اشتبه فيه عرض على القضاء وتم اعتقاله وحكم، ولذلك هذا الموضوع مفروغ منه إطلاقا، ولا توجد لا يوجد تضييق على الحريات. نحن كبلد لدينا حريات أكثر من اللازم، لا توجد اعتقال للمدونون ولا السبابون ولا كل أنواع الشتيمة والسب والقذف، هذا على المواقع الموجودة، على مواقع التواصل الاجتماعي عندنا وعلى الجرائد، ولم يتعرض لأي شخص، ولا يوجد عندنا معتقل سياسي. هناك من تلبسوا بجرائم موجودة حقيقية على الأرض، وهم معتقلون أمام القضاء ولا يتدخل. جيد. هل يمكن الآن المضي نحو هذه الانتخابات؟ موجودة في كل بلد من بلاد العالم. هل يمكن المضي نحو هذه الانتخابات دون تفاهمات؟ هذا هو السؤال المطروح. تفاهمات على كيف يمكن أن ينجح هذا المسار الانتخابي دون أن تكون هناك تفاهمات؟ الحكم في الديمقراطيات هو الشعب، صح ولا لا؟ والأحزاب السياسية الموجودة التي ترغب في المسار الديمقراطي السلمي والسليم. هذه الأحزاب أغلبها موجودة وهي مشاركة في الحوار وشاركة في الحوار، ومن يريد أن ينضم إلى الحوار فليتفضل. رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز لم يغلق بابه يوما عن الحوار، بل ظل حريصا على أن تأتي كل المعارضة. هل تطلب من الرئيس أن يذهب إلى المعارضة في دورهم ويجتمع بهم ويقول تعال تحاور معي وأنا رئيس الجمهورية؟ هذا لا يوجد. البعض يقول أنه يجب، وسأعطيك الكلمة حتى تختم سيد سليمان والديدي، البعض يقول أنه يجب تدارك الأمر بحوار جديد. باختصار وأعطي كلمة الختام سيد سليمان والديدي. المعارضة يجب على المعارضة تدارك موقفها لتكون معارضة وأن تحاول. لا، موقفك من مسألة حوار جديد مرفوض الأمر؟ لا، رئيس لا يغلق باب الحوار. رئيس الجمهورية دعا للحوار من بداية إلى اليوم، لم دون ضمانات من وجهة نظر المعارضة. ضمانات موجودة عند رئيس الجمهورية، هو ضامن لكل ما دام يضمن. رئيس الجمهورية مؤتمن على مؤسسات الدولة دستوريا وقانونا، هو مؤتمن على حوار يمكن أن يديره. نعم سيد سليمان، ولد ديدي، كلمة الختام، كيف يمكن المضي قدما نحو انتخابات، أطرح عليك السؤال، دون تفاهمات؟ وهل يمكن تدارك الأمر اليوم كما ذهب إلى ذلك البعض بحوار جديد؟ تفضل وكلمة الختام باختصار. قبل أن أرد على سؤالكم أريد أن أعقب قليلا على كلمة أخي. فيما يخص محاربة الفساد، صحيح أن
والعبد العزيز حارب الفساد، والعبد العزيز الذي دمر سوني ماكس، الذي دمر انير، اللي سلم مهامها لمقربين منه اجتماعيا. اي مطار؟ المطار في اليوم الاول، في اليوم الاول انا لم اقاطعك احد، الحريات التي يتكلم عنها اليوم، لك الحق ان تقول كل شيء، اما ان تتحدث عن الفساد داخل المقربين من الرئيس، عن الاشخاص المقربين من الرئيس موجود على المواقع. نو ليس موجودا، لانه قدم سجون، لان لديه مئات الوثائق بل الاف الوثائق التي تورط الافراد المقربين من الرئيس. السب والشتم، نحن نرى اليوم قدم وامس قدم شاعر موريتاني للقضاء بتهمته، اختطف من الامارات بتهمته السب وسب مقربين الرئيس وشتم قبل العنف، وكان يشتم في العرب وفي دول الخليج. لو في دول العرب لو تكتب تغريده تروح 60 نشطاء يرى و حركة لنعتقي محال تغيير الدستور هذا، قم عقب يومين وثلاثة في شوارع المكشوط. باختصار الآن، هل الحل في حوار جديد؟ هو دائما الحوار هو سبيل للحل في كل شيء، ولا أحد هنا يعترض على 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 عليه، لكن الحوار يجب أن يكون بدون شروط، ويجب أن ينزل الجميع من عاجه إليه، ويجب أن يناقش في كل شيء كل مؤسسات الدولة، من مؤسسة تنفيذية، من مؤسسة قضائية والتشريعية، ما يخص حتى مؤسسة الجيش، يجب أن يقطع هذا الدولة. الدولة ماضية في مسارها الديمقراطي إن شاء الله وفي بنائها، ومن يريد أن يساهم في بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية عليه أن يكون جادا، كل الشكر، وأن يتنازل عن كل الشكر التي لا تفيد الموريتاني. كل الشكر جزيل لكم السيد سليمان ولد ديدي، صحفي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. كل الشكر جزيل لك أيضا سيد أحمد محمد الأمين، شكرا. الناشط السياسي في الأغلبية الرئاسية على تلبية هذه الدعوة. أيضا كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.